في نفس الوقت في خبر مهم جدا، النادي الاهلي اعلنه منذ لحظات قليله، متعلق بقى بالكابتن سيد عبد الحفيظ. جامعه ديلفورد الامريكيه الخاصه بتمنح عبد الحفيظ الدكتوراه الفخريه. منحت جامعه ديلفورد الامريكيه الخاصه الدكتوراه الفخريه للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، تقديرا لجهوده الكبيره وخدماته في مجال اداره الشؤون الرياضيه. وقام وفد الجامعه بتسليم شهاده الدكتوراه باللغتين العربيه والانجليزيه للكابتن سيد عبد الحفيظ بالاضافه الى درع الجامعه. جاء هذا التقدير نظرا لما قدمه مدير الكره بالاهلي من خبرات في المجال الاداري للعبه كره القدم على مدار سنوات طويله، فضلا عن تاريخه الكبير في الملاعب سواء مع النادي او المنتخبات الوطنيه. الف مليون مبروك كابتن سيد، شهاده الدكتوراه الفخريه من جامعه ديلفورد الامريكيه. ودائما وابدا بنرى ونتابع ونشاهد التقدير والتكريم لنجوم الاهلي ورموز الاهلي واساطير الاهلي من كل المؤسسات القاريه والدوليه خارج مصر، نظرا لما يقدمه الاهلي من دور رياضي ومؤسسي ومجتمعي في الرياضه المصريه خلال السنوات الاخيره.